خلونا بقى نروح لمركز النادي الاهلي، لفرع النادي الاهلي في الجزيره، مع زميله العزيزه نورهان طمان، عشان نعرف من خلالها ايه اخر المستجدات في النادي والتدريبات وكل الاوضاع المتعلقه بهذا الفرع تحديدا من فروع النادي الاهلي. يا نورهان صباح الفل عليكي، ومستنيين نعرف منك ايه الاخبار. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، يعني يمكن الأجواء هادية نسبيا حتى الآن في الساعات الأولى من اليوم. النهاردة طبعا زي ما احنا عارفين مع اقتراب التدريبات بيبدأ توافد الأعضاء. تدريب النهاردة إن شاء الله الفريق فريق الكورة الساعة 5:30 بملعب التتش. زي ما قلنا الأجواء هادية نسبيا، وكان في سلاسة مرورية بشكل كبير جدا وأنا جاية النادي. كمان في حاله من الارتياح بين الاعضاء بعد، يعني يمكن بره الكوره بقى شويه، بعد تجديد اللاعب محمود طه لعقده مع الفريق، لاعب كره اليد لعقده مع الفريق 3 سنوات، وكمان ضم اللاعب ممدوح محمود نعمان للفريق لمده 4 سنوات. دي يمكن الحاله العامه هنا في النادي. كمان الجو يعني يمكن كمان مشمس وكويس جدا، ساعات قليله والاعضاء يبداوا يتوافدوا على مقر النادي لمتابعه التدريبات ان شاء الله، استعدادا لمباراه الجونه غدا في اطار الجوله 22 من بطوله الدوري. يمكن دي المشاهد. زي ما قلنا في توافد للاعضاء، حاله من الهدوء في داخل المقر، ساعات وان شاء الله ونتابع تدريبات الفريق. جميل، بنشكرك شكرا جزيلا لزميلتنا العزيزه نورهان طمان مراسله قناه النادي الاهلي، ونرجع مره ثانيه مع كل حضراتكم نكمل بقيه اخبارنا.